أكدت مصادر عسكرية وقبلية في اليمن أن مواجهات عنيفة دارت بين الجيش والمتمردين الحوثيين في محافظتي صعدة وعمران، حيث قتل ما لا يقل عن 50 شخصا في 48 ساعة الماضية. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن 21 متمردا وأربعة عسكريين بينهم ضابط برتبة عقيد قتلوا في المعارك الدائرة في منطقة حرف سفيان في محافظة عمران. وفي جنوب شرق صعدة قتل 23 من عناصر التمرد الحوثي في اشتباكات متقطعة تدور بين المتمردين وأنصار مجموعة سلفية مدعومة من الحكومة اليمنية. وأدت المواجهات إلى مقتل 2 من قادة التمرد هما فرحان مقيط وحسن ثورة الذي كان ممثل المتمردين الحوثيين في مفاوضات السلام السابقة مع السلطات اليمنية.